اللي تتقول لي انها ما لقياش الحوايج ديال المحجبات او المحتاره منين تشريهم، فهاد الفيديو خاص بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم حنا متواجدين في واحد البليصة اللي زوينة وأكيد غادي تعجبكم، وهي مول خاص بالنساء فقط. وكذلك اشكال تاهما زاهيين، فهنايا ما كاينش يعني كل مكان خاص بشيء معين، كاين المحلات مختلفين شي حدا شي. هادو مثلا تبيعوا لي شال، هادو تبيعوا لبسات. شو هاد اللبسات هادي؟ هاد القويميجة هادي، هاد اللوين هذا روعه ما شاء الله غزال. صراحه ما كرهش ندخل نصور لكم حتى لداخل، ولكن ما تيبغيوش اللي يصور لهم هذا الشكيلات ديالهم. طبعا رحنا يعني متفهمين هاد الامور هذا، لا قبلاش كاين اللي تيجي تياخذ الموديلات وتصوبهم تصوب عليهم، فبالتالي هما تيمنعوا هاد الشيء منعا كليا.
القليل اللي تيخليونا نصوروا. يعني هذا الشيء ديال الصيف تبارك الله موجود دابا، غير اللي ما بغاش يجي يتقدى. هاد القويمي جا هادي شو كيفاش دايره، بحال الدونتيل مصوبينها ومستوره، يعني الحجاب 100% حجاب عصري طبعا. هادي منها يعني بحال تنقولوا رياضيه، ومنها عصريه يعني مخلطه. هادو هاد الاشكال بحال هادو تلقاوهم بزاف عند المحلات التركيه، تيلبسوا بزاف هما الاسراك هاد الشكل هذا باش تيكونوا عمليين وتيكونوا يعني. وهاد البيسات هادو تيخليوهم على المناسبات طبعا. هادو شكيلات ديال الفساتين لي غوب. الموديلات على حساب كل محل وشنو الشكل اللي تيتمشى له اكثر. شو هذا كلها كاغو وما جاتش خايبه، دير لي هذاك الحزيم في البلو مارين، ومعنا عزيز عليا البلو مارين. هادو كلهم هادو لبسات عمليين، وكما قلت لكم الاتراك تيلبسوهم بزاف بزاف بزاف. زعما الا جيتو لهنايا ردوا البال، تلقاو اغلبيه ديال التركيات تيلبسوا بحال هاد اللبس هذا. يعني طبعا هذوك اللي دايرين الحجاب. هذا المحل هذا معروف في تركيا اللي هو هاشيما، هذا تبيع لي تونو ديال هذا السباحه، مايو ديال المتحجبات. كاين عنده اشكال كثيره، وكل مره تتكون عنده كوليكسيون جديده. هادو اللي تتشوفوا لتحت دي شابو طرابش، تياخذوهم على حساب اللبسه ديالهم. هادو بالنسبه للرجال. هاد المول واخا خاص بالنساء وبالبنات وبهذا، ولكن تيجيو ليه الرجال تيكونوا مرافقين الزوجات ديالهم البنيات ديالهم. كاينين مكان خاص بالاطفال اللي عنده الوليدات، كاين واحد البليصه فين تلعبوا، كاين بحال هاد القطار هذا باش يلهيو الوليدات. فكاين كذلك بلاصه الاكل، كاين مطعم مفتوح، كاين مهم هو كله على شكل مول مفتوح كما تتشوفوا. فمازال غادي ندير لكم واحد الجوله ان شاء الله كبيره، وتشوفوه من الفوق ومن التحت كذلك. المحل هذا هذا فريش سكارتس، خاص بال شوفوا النوبه اللي عليه، خاص فقط بهذا الشيلان وبالفولارات. دابا ان شاء الله هنطلعوا للطابق العلوي، يلا هو معايا. ماركات عالمية وكذلك ماركات محلية طبعا، بحال تكبير وغيرها. تكبير ماركة معروفة في تركيا، وكذلك حتى في الدول العربية، وكذلك حتى في المغرب. شكيلة ديال تكبير يعني كاينين حتى هما عندهم اشكال عصرية واشكال يعني متوفرة، كاع الاشكال اللي بغى شي حاجة تلقاها. مي هما معروفين بزاف بالطويل كما قلت لكم لي غوب.
وما كرهش ندخل لداخل نصور لكم، ولكن ممنوع، فنكتفيو هنايا من برا ان شاء الله تشوفوا باقي المحلات. الاوقات ديال العمل ديال هذا المول تتبدا من الساعه 10 صباحا الى 10 مساء. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش إلى عجبكم إن شاء الله تعملوا لي لي لايك وتخليوا لي التعليق زوينة وتبرتجيوه مع الأصحاب ديالكم ولا فامي ديالكم، ونخليكم إلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.